طبعا معمل الخياطه الموجود بقريه ام النصر داخل جمعيه زينه التعاونيه بضم 15 عامله في مجال الخياطه. طبعا هو بيشكل مصدر الرزق الاساسي لهؤلاء العاملات واسرهم نتيجه لسوء الاقتصاد. معمل الخياطه بينتج العاب تعليميه من القماش، وكمان العاب ترفيهيه زي الدمى والكتاب التعليمي وكثير العاب مختلفه. بنحاول ان نوفر قماش امن ومطابق لمواصفات الجوده العالميه، لكن الاغلاق اللي دائما بيصير من قبل الاحتلال الاسرائيلي بياثر كثير على سعر القماش الموجود بغزه، فبالتالي بيزيد سعر المنتج وبياثر جدا على تسويق المنتج داخل غزه. فدائما بيكون في طلب كثير على المنتج من خارج غزه لانه المنتج يدوي وغريب نوعا ما، لكن بنواجه صعوبه كثير كبيره في تصدير هذا المنتج لدول تانية أو حتى للضفة الغربية بسبب إغلاق المعابر المستمر. طبعاً إحنا كعاملات في معمل الخياطة في جمعية زينة التعاونية بنتمنى أن يكون في تسهيلات لتصدير الألعاب خارج القطاع. طبعاً الألعاب ما بتأثر أي تأثير، ما إلها أي تأثير سياسي أو تأثير سلبي، بالعكس. فدائماً نتمنى أنه يكون في تسهيل أكتر ليكون في دخل أكتر، لأنه هو بشكل مصدر دخل أساسي للعاملات ولأسرهم. بيتم التسويق للألعاب اللي بتصنعها جمعية زينة التعاونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً في إلنا موقع عبر فيسبوك، التويتر، إنستغرام، على جوجل، في متجر إلكتروني كمان للألعاب. كمان بنشارك في جميع المعارض اللي بتقام في غزة. كان مصدر رزق لنا، لبيتنا، لأسرتنا في طرق في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعاني فيها. الزوج عطل عن العمل، الأولاد قاعدين، ما فيش شغل، نسبة البطالة عندنا صارت حوالي 70%. يعني هذا مجال خلقنا فرصة عمل، انه احنا برضو يكون نقدر نستعين بيها في أسرتنا ان نعتش منه. طبعا احنا بنشتغل زي ما انتم شايفين، ممكن يكون دمى زي هيك، ممكن يكون خرفان زي احنا بموسم العيد اشتغلنا للمواسم، كان كتير 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 جدا رائع، كان خرفان للعيد. في المواسم مثلا كمان في عنا اعياد، بنشتغل كل شغلنا كل موسم على حسب موسمه. في عنا موسم مدارس ممكن نشتغل، في عنا رياض اطفال برضو بياخد طلبيات على حسب، يعني ممكن نشتغل للاطفال أرقام، ألعاب يدوية وتنموية حسب المواسم. في عنا مجموعة من الصبايا كل واحد بقوم بدوره، كل واحد حسب دوره. في عنا مصممة، في عنا بتخيط، في عنا بتكمل، كل واحد عنا حافظ دوره وبيكمل بعضه.